استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة الأمين العام لجمعية الدول العربية أحمد أبو الغيط. وفي أعقاب اللقاء أكد أبو الغيط أنه سيتم البدء في عملية الإعداد المشتركة بين الأمانة العامة ومملكة البحرين للقمة العربية العادية المقبلة المقرر عقدها بالبحرين في 16 من مايو المقبل. كما أوضح أبو الغيط أن اللقاء مع ملك البحرين كان ثريا وتطرق إلى مجمل الأوضاع العربية وبخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة وتأثيرها على الإقليمية.